كريم، حمد لله على السلامة. كريم صباح الفل يا بطل، حمد لله على السلامة. زي ما حضرتك شايف كده ركبنا له الشريحة وأصبح عليها كل المعلومات المطلوبة. دكتور أشغله منين؟ بيتكلم منين؟ إنكي أريغاتو موتساتسو وقطع. ايه اللي بيقوله يا دكتور ده؟ معلش بس هو هتلاقيه نازل بإعدادات المصنع، هعمل له أبديت بسيط وهيبقى تمام. لحسن يكون الواد باظ. اتفضل، هو متوصل بتليفونك وبالإنترنت، تقدر تسأله عن أي حاجة في العالم. طيب جميل. كريم حبيبي، الدكتور بيعالجك، اسمه إيه؟ ده الدكتور أشرف عادل نزيه، 3 قضايا اختلاس بالوحدة الصحية، قرية شابلانجا، مركز بنها. شغال ممتاز عظيم. أنا كنت عايز أطمن على موضوع الإعراب والحمد لله طلع جمل صح إعرابية. مبروك يا حاج. بغض النظر يا دكتور، أفهم من كده إنه هينجح في الثانوية العامة؟ ثانوية عامة؟ احتمال، هو بس أصله ضعيف شوية في النصوص. طيب بقى همتك معانا يا دكتور، وما تقلقش كسر وانت جبس برضو، ما انت الدكتور. أنا يا دكتور عندي سؤال، هل كريم يقدر يلقط إذاعة القرآن الكريم ولا هنحتاج نركب له إيريال؟ حلو السؤال ده، كنت عايز اسال على الخاصيه دي، هل لو ركبنا له ايريال هيبقى البس بتاعه افضل؟ المفروض. طب استسمعك في سؤال تاني، هو متوصل بتليفون بابا، هل لو طلبت منه رقم يتصل بيه يجيبه؟ اكيد طبعا يا مدام دينا. كريم اتصل بزوجة بابا. انهي واحده؟ سمر، هدى، ايه ولا حنين؟ كريم دينا اتصل بالاسعاف. هو انا قلت حاجه غلط؟ ما يصحش حبيبتي، ابننا موجود. ولا اقول لك بلاش في بيتها. ما يصحش. لا لا بابا، عندي كلام الجيش الابيض. مدام مشيت. أعزائي المشاهدين، السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. فاكر يا عزيزي الجملة الشهيرة بتاعت إن البترول الجديد في العالم هيكون هو الداتا، وإن إحنا داخلين على حروب الجيل الرابع، وكل هذه الجمل الكليشيهية؟ أهي دي أصبحت أمر واقع. محمد أنا شامم ريحة إفلاس. وان هير نوكيا، وان هير كودك، وأغلاق مدينة السندباد وأسبابها. انتظر يا قهوة، أنا لسه ما إفلستش. خليني أقول لك يا عزيزي إن بالإحصائيات النهاردة الصين مصنع العالم، أكبر مصدر للمنتجات في العالم بقيمة 3 تريليون دولار، أكبر منتج للمنتجات في العالم بقيمة 5 تريليون دولار، و70% من موبايلات العالم، و100% من منتجات آخر العنقود. الدولة دي بالأرقام بتستورد رقائق أو تشيبس أكتر ما بتستورد بترول. نحن في هذا الواقع يا عزيزي. في 2020 الصين استوردت بترول يشغل مصانع اللي عندها كلها دي، اللي هي تقريبا مصانع العالم كله بيصنع في الصين، وكمان لمليار و400 مليون إنسان فيها ب 260 مليار دولار. عارف بقى استوردت رقائق بكام؟ ب 350 مليار دولار. عزيزي ده رقم مهول. الرقائق اللي بتكلم عليها دي يا عزيزي بتبقى معمولة من ترانزستورز. الترانزستورز دي عبارة ببساطة شديدة عن بوابات كهرباء. هذه البوابات بتعمل اللغة المعروفة بالباينري اللي بتخلينا نقدر نستخدم الكمبيوترات في ان احنا نخزن معلومات ونحلل معلومات. ده يا عزيزي اهم اختراع في التاريخ المعاصر، ان لم يكن اهم اختراع في تاريخ البشرية. هذه الترانزستورز بتسجل معلومات وكمان بتحللها، وكل ما الرقائق اللي شايلة الترانزستورز دي تتطور اكتر، كل ما اصبح عندنا قدرة حسابية اكبر وذكاء اصطناعي مهول. خليني اقول لك يا عزيزي ان في عصر البيانات الذكاء الاصطناعي اهم بكتير من البترول. الرقائق البسيطه اللي ممكن تبقى قد الضافر دي فيها مليارات الترانزستورز. مليارات يا عزيزي، قد كده وفيها مليارات. اغلب تكلفه الموبايلات بتاعتنا بتروح في هذه الرقائق. الايفون تقريبا فيه 12 شيب، منهم رقوقات للصوت والكاميرا والبلوتوث والكونكشن والواي فاي والبطاريه. خليني اقول لك يا عزيزي ان قيمه ابل التسويقيه 3 تريليون دولار، دي اكبر شركه في العالم من حيث القيمه التسويقيه. ابل يا عزيزي بعت اكتر من 2.5 مليار ايفون. يا ابو احمد ده عندهم تشيبات بقى كتير قوي. بس خليني افاجئك واقول لك معلومه لا تتوقع. مع ابو احمد قول. حاضر يا عزيزي اصبر. ابل اكبر شركه في العالم ما بتعملش ولا شبايه من التشيبس دول. ابو احمد انت معلوماتك مش ابديت على فكره. ابل بتصمم البروسيسور اللي بيشغل نظام التشغيل بتاعها، الاي او اس. شاطر يا عزيزي، جدع ممتاز. صحيح يا عزيزي ابل بتصمم هذا البروسيسور، ولكن مش هي اللي بتعمله. بمعنى يا عزيزي ان اكبر شركه في العالم ما تقدرش تعمل البروسيسور اللي بيشغل انجح تليفون في العالم، الايفون. مش بس كده، ده ولا اي شركه تانية ولا اي شركه في اكبر اقتصاد في العالم يقدر يعمله. لا في
امريكا ولا في الصين ولا في اليابان ولا في الشرق الاوسط ولا في افريقيا ولا في اوروبا كلها. 92% من انتاج التشيبات المتطوره اللي موجوده في الايفونات او الطيارات الاف 35 مفيش غير مكان واحد بس في العالم اللي يقدر يعملها. شركه واحده في مبنى واحد في اغلى مصنع في العالم وفي اكتر مكان متوتر في هذه المجره، جزيره تايوان. شركه اسمها تي اس ام سي. فاكر يا عزيزي في 2020 كان في فيروس كده معروف اسمه فيروس الكورونا؟ فيروس الكورونا ده قطره 100 نانو متر. في شركه تي اس ام سي بيتم انتاج ترانزستورز بنص حجم فيروس الكورونا. احنا النهارده عندنا شركه شغال فيها بني ادمين عادي جدا، مش بس بتعمل ترانزستورز اصغر من فيروس، دي بتعملهم بكفاءه ملهاش اي مثيل. البروسيسور تشيب الاي 14 بتاعت الايفون 12 فيها 11 مليار ترانزستور. ده يا عزيزي في الايفون الواحد والايفون 12. عزيزي انا حاسس ان انت حاسس ان ده عادي. خليني اقول لك يا عزيزي ان احنا من 60 سنه بس دفعه الحج اجمد تشيبايه كان عليها 4 ترانزستور، فاحنا قفزنا من 4 ل 11 مليار. عزيزي انت متابع لهذا البرنامج من زمان فاكيد عارف قانون مور، وهي اننا كبشر نقدر نضاعف عدد ترانزستورز. الفكره بقى ان قانون مور لما مستر مور طلع بيه كان متوقع ان هو يستمر 10 سنين، ولكن مور اخطا والقانون استمر اكتر من نص قرن. اللي حصل يا عزيزي في هذا المجال خلاه يتطور بهذه السرعه يستاهلوا انك تسمعه. دي يا عزيزي خيره انجازات البشريه النهارده مسؤول عنها بتاع 10 شركات في العالم بس. شركه زي تي اس ام سي النهارده بتنتج 53% من انتاج التشيبات في العالم كله، بتنتج كمان 92% من التشيبات المتطوره و44% من شيبات الذاكره الدرامز، بيعملها شركتين في كوريا الجنوبيه بس، وشركه واحده بس يا عزيزي هي اللي مسؤوله عن 100% من انتاج الاجهزه اللي بتعمل التشيبات الحديثه. شايف عايزين بتكلم في ايه؟ منظمه من 13 دوله بتتحكم في 40% بس من بترول العالم. انت عندك هنا شركات مش دول بتتحكم في اكتر من كده من تشيبات العالم. عايز اقوله لك يا عزيزي ان النظره بتاعت ان الداتا هي البترول الجديد مش بس بقت حقيقه مثبته، دي حقيقه عدى عليها زمن واحداث لدرجه انها اصبحت كليشيه. سنة 1947 بيتم اختراع الترانزستور اللي يمكن يكون اهم اختراع في التاريخ. هذا الاكتشاف يخلي 3 علماء ياخدوا جائزة نوبل في الفيزياء. لما تاخد جائزة نوبل يا عزيزي بتاخد فلوس، ولكن مش بالضرورة تبقى غني. عشان كده يا عزيزي ويليام شوكلي واحد من الثلاثة اللي كسبوا دول كان بيقول لاصحابه، وده بجد مش بحلاوه، انه مش عايز اسمه بس يبقى في الفيزيكال ريفيو، انا عايز ابقى كمان في الوول ستريت جورنال. مش هروح كارفور احاسب الكاشير بالمجد العلمي، انا عايز اجيب حمها واعمل منص. ابو حميد العالم الفيزيائي اللي واخد نوبل في الفيزياء عايز منص. للاسف يا عزيزي جائزة نوبل بتقول ان انت عبقري، ولكن ما بتتكلمش كتير عن اخلاقك وقدرتك على الإدارة. الحقيقة عزيزي ان شوكلي كان عبقري ولكنه مدير فاشل، وده خلى 8 موظفين عنده مهمين يستقيلوا سنة 1957 ويأسسوا شركة تانية اسمها فيرتشايلد. ليه بحكي القصة دي؟ عشان دول يا عزيزي اللي عملوا وادي السيليكون اللي نعرفه النهاردة، السيليكون فالي. الثمانية دول فيهم روبرت نويس وجوردن مور اللي بعد كده هيعملوا انتل، ويوجين كلينر اللي عنده واحدة من اكبر شركات الفي سي في العالم. دي يا عزيزي الشركات اللي بتستثمر في الستارت ابس. المهم قبل ما الثمانية دول يعملوا اي حاجة تانية بيعملوا شركة فيرتشايلد، وبينجحوا ان هم يعملوا ما يسمى بالانتجريتد سيركت او ما يعرف النهاردة بالتشيبس، ودي بتبقى حته سيمي كوندكتور سيليكونيه عليها كذا ترانزستور. طب حلو كده يا ابو حميد شاطرين. بالفعل يا عزيزي هم شاطرين وفنانين، ولكن ما لهمش في البيزنس. في الوقت ده مين اللي هيشتري البتاع اللي احنا عاملينه ده؟ الحقيقه يا عزيزي ان هم مش هيدوروا كتير، لانهم لو كانوا بصوا في السماء بالظبط بعد 3 ايام من تاسيس الشركه كان هيلاقوا الاجابه. اول قمر صناعي في التاريخ سبوتنيك. سبوتنيك يا عزيزي بيلف حوالين كوكب الارض بسرعه توصل ل 18000 ميل في الساعه. مين بقى اللي مطلع القمر ده؟ عدو امريكا اللدود الاتحاد السوفيتي. مش بس كده، في الاربع سنين دول الاتحاد السوفيتي هيطلع يوري جاجارين اول انسان في الفضاء الخارجي. طبعا الامريكان لما سمعوا القصه اتجننوا وقالوا يا وكستنا، يا فضحتنا قدام مجلس الامن، يا وكستنا قدام المملكه المتحده والجمهوريه الفرنسيه والديمقراطيه الالمانيه والصين الشعبيه. كده احنا كامريكا خسرنا نقطه مهمه جدا في حربنا مع الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي بقى عنده افضليه علميه علينا في الحرب البارده، ولما الامريكان يحسوا ان هم في خطر ومتاخرين عن السوفيت يخرج الرئيس الامريكي كينيدي ويعلن ان امريكا بقى السوفيتيين هتطلع اول انسان على القمر. وهنا عزيزي شركة فيرتشايلد تلاقي عاملها الأهم، الولايات المتحدة الأمريكية، والتشيب هتركب الصاروخ وتصرخ. الحقيقة عزيزي ان هذه الصفقة كان ليها اهميتين. اول حاجة انها حولت الشركة من مجرد ستارت اب مبيعاتها 500,000 دولار لمؤسسة عملاقة فيها اكتر من 1,000 موظف مبيعاتها بتعدي ال 21 مليون دولار. تاني حاجة ان الشركة خدت صيت واحد من اهم احداث التاريخ الانساني، طلوع الانسان على القمر، وده هيخلي ان يبقى في ثقة وفي فلوس ان الشركة مش بس تقف على الابحاث والخدمات العسكرية بس، بل انها تبدأ تركز انها تبيع منتجاتها للناس للعامة مش بس للحكومة، لدرجة ان واحدة واحدة بدأوا يرفضوا عقود للجيش الامريكاني. تاني في بطل
فترات كانت 95% من الشيبس اللي بينتجوها بتروح للجيش. ده يا عزيزي كان قرار في غايه التهور وقتها، ولكن مع الوقت بدات تظهر الحكمه من وراه لما بدات الكمبيوترات تنتشر، وده رهان عظيم، لان اللي هيخلي هذه التكنولوجيا موجوده ومنتشره ومتميزه في قدرتها على الانتاج بكفاءه كبيره، الرهان يا عزيزي على المستهلك والسوق هو واحد من اعظم الرهانات للترانزستورز وشركات التشيبس، لان اللي هيخلي هذه التكنولوجيا مكمله ومتميزه وقادره تنتج بكفاءه كبيره هي عدوتك اللدوده يا عزيزي، اسراء يا ابو حميد. حكيت لك راسماليه يا عزيزي، الراسماليه يا عزيزي ليها اسهام كبير في الترانزستور. هنعرف ده ازاي؟ هنعرف ده لما نشوف الشيوعيه بتقول ايه. بصراحة يا عزيزي الاتحاد السوفيتي دائما بيبهرني، أظن لو كوادره العلمية كان تم إدارتها أحسن العالم كان هيبقى مكان مختلف تماما. مش بالضرورة الأحسن، لأن دي نظرة ساذجة قوي إن الحاجات لما تبقى أحسن الأمور تمشي أحسن، ادري الكلام ده وعرفنا إنه غلط، ولكنه بالتأكيد كان هيبقى مكان مختلف. ألكسندر سوركن رئيس اللجنة السوفيتية للراديو إلكترونيكس كان بيقنع نيكيتا خورتشوف، إيماجن نيكيتا ذات أ تي في كان بيميد ذا سايز أوف أ سيجاريت بوكس، تخيل نيكيتا إننا ممكن في يوم من الأيام نعمل تلفزيون حجم علبة السجاير، مش ده أبو حميد الموبايل؟ أيوة عزيزي، عشان كده بقول لك السوفيت كان عندهم رؤيه لحاجات احنا ما كناش عارفين نتخيلها. السوفيت كمان كان عندهم تخيل للسيليكون فالي قبل ما يبقى فيه سيليكون فالي اللي اتسمت بعد كده بالاسم ده سنه 1971. بالفعل يا عزيزي اتنين من جواسيس الكي جي بي اقنعوا خورتشوف ان هو محتاج يعمل مدينه كامله لاشباه الموصلات السيمي كوندكتورز، وبالفعل اشتغلوا على منطقه كده في زيلينغراد، مدينه مصممه انها تكون جنه علميه. لا يوجد خلاف ان السوفيت كانوا بيسرقوا من الامريكان زي ما حصل وسرقوا تصميم القنبله النوويه، بس مفيش شك ان كان عندهم علماء في غايه الاهميه. سنه 2000 جائزه نوبل راحت لاثنين، اول واحد هو جاك كيلبي بتاع تكساس انسترومنتس اللي كان ليه دور مهم في عمل التشيب اللي عليها اكتر من ترانزستور عشان ده كان انجاز علمي كبير، وكان معاه ايضا عالم روسي اسمه زوريس الفروف فاوريدي كان لهم اسهامات في صناعه التشيبس. وتاني الناس دول طلعوا اول انسان للفضاء، فدي ناس جامده مش مستنيه منك لايك. ولكن اصرار القاده ان هم يبعتوا جواسيس تسرق الشرايح من غير ما يبقى عندهم عمليه بحث ممنهجه، ده غير طبعا ان مفيش فكره الشركات الراسماليه اللي عايزه تكسب فتعمل منتجات وتبيع، ما لقيتكش معاك فلوس فتقنعك ان انت يبقى معاك فلوس عشان تشتري اكتر، انت هتشتري في الاخر، اتصرف. كل ده بيساعد في تطوير الصناعه. الراسماليه خلت الامريكان ينتجوا شرايح كتير ويحسنوا فيها، فتعمل من هذه الشرايح كتير وبدات تخش في حاجات اكتر. الشرايح ما عادتش موجوده بس في الاسلحه وفي السفن الفضائيه اللي الدول بتستخدمها، الشرايح بعد دخول اليابان في هذه الصناعه بتبدا تخش في كل حاجه. جون باردين يا عزيزي واحد من الناس القليله جدا في العالم اللي حائزين على جائزتين نوبل في العلوم يا عزيزي، واحده من هذه الجوائز خدها مع شوكلي على الترانزستور. بيحكي بيقول I have never seen so many flash bulbs in my life، عمري ما شفت الكميه دي من فلاشات الكاميرات. ده يا عزيزي فين؟ في اليابان. باردين لما راح اليابان اكتشف انه نجم وبيتهافت عليه الصحفيين. طب المشكله يا ابو احمد ما سيب الراجل يسترز، كوكب اليابان معروف بحبه للالكترونيات، الطفل هناك معروفه يعني وهو عنده 7 سنين بيصلح ريموت التكييف. عزيزي الكلام ده النهارده، ولكن في هذا الوقت انت كان عندك بلد متدمره من حرب عالمية تانية واخدة قنبلتين نوويتين، الناس هناك فقيرة مش لاقية تاكل، توتال لسه ما تروحش السمكاري. بعد الحرب يا عزيزي كان هناك إدراك من مكتب الاحتلال الأمريكي في اليابان إن يابان قوية أهم من يابان ضعيفة. يعني يا أبو حميد بعد كل المعارك والدوشة دي عايزين اليابان قوية برضو، ما يمكن تضربهم. أنت كأمريكا لما تيجي تفكر هتلاقي إنك محتاج في هذه المنطقة من العالم حليف قوي، خصوصا إن أنت الشيوعية في المنطقة دي حواليك من كل ناحية، تبص هنا تلاقي الصين شيوعية، تبص هنا تلاقي الاتحاد السوفيتي شيوعي. المهم الأبحاث العلمية بتوصل اليابان وبيقراها شاب اسمه اكيو موريتا، ويحس قد ايه ابحاث باردين في مجال الترانزستورز عظيمه. وياس الشركه صغيره كده قد تعرفها باسم سوني. سوني يا ابو حميد عرفتها بتاعت بلاي ستيشن لما بتظهر بتعرف ان الاسطوانه شغاله. عزيزي ارجوك ما تحرجنيش مع موريتا. سوني في الوقت ده بتعمل منتجين ناجحين جدا، اول واحد هو التيب ريكوردر مسجل يعني، وبتعمل كمان راديو الترانزستور، الهديه اللي رئيس الوزراء الياباني اهداها للرئيس الفرنسي تشارل دوغول سنه 1962 كفخر الصناعه اليابانيه. الحقيقه عزيزي ان في هذه اللحظه اليابانيين ما بيعملوش الشيبس، ما بيعملوش هذه الرقاقات، دول بياخدوها من الشركات الأمريكية اللي كانت أنتجت كتير وعايزة تبيع ويستعملوها في إن هم يعملوا منتجات إلكترونية بتعتمد على هذه التشيبس، مش بس بسعر أرخص ولكن كمان بكفاءة أعلى. وده لأن وقتها العمالة كانت رخيصة في اليابان. بنشوف اختراعات كتيرة بتطلع من اليابان، بنشوف حاجة زي الكالكوليتر اللي بتعمله شركة شارب وبيكسر الدنيا. سوق الإلكترونيات في اليابان بيكبر في خلال 20 سنة من 600 مليون دولار ل 60 مليار دولار. الحقيقة إن مع الوقت آسيا هيبدأ يبقى ليها دور مهم لانها ارخص. في هونج كونج سعه العامل ب 25 سنت وده اقل 10 مرات من العامل الامريكي، في تايوان 19 سنت، في ماليزيا 15 سنت، في سنغافوره 11 سنت، وفي كوريا الجنوبيه وهنحتاجها بعد شويه 10 سنت. الشركات الامريكيه فجاه لقت ان ارخص لها تنتج في اسيا، والمستهلك الامريكي لقى انه ارخص يشتري من اسيا. امريكا ساعدت اليابان بالفعل انها تبقى قويه، ما كانتش عامله حساب العواقب. للاسف اللي حضر الين لازم يعرف يصرفه. اليابان كانت عفريت
ريزل يصعب صرفه والتخلص منه. مش بس بيعملوا منتجات ارخص من غيرهم، ده كمان بيعملوها بجوده اعلى والناس عايزاها. انا مش عارف عزيزي انت عندك كام سنه دلوقتي، بس قبل ما يبقى فيه موبايلات وايبودات كان هناك اختراع اسمه الوكمان، كاسيت صغير كده مخرم طالع منه سماعه قد مشاكلك وبيشتغل بحجاره، كان يبعت لك صوت مزيكا بعيد كده شبه اغنيه، بس كنت تقدر تسمع المزيكا اللي انت عايزها لوحدك في الشارع. وو سيريس ابو حميد. اللي عمل هذا الوكمان لم يكن شركه امريكيه، اللي عمل هذا الوكمان شركة يابانية اسمها سوني، عملته سنة 1979 وباعت أكتر من 385 مليون وكمان، منهم ثلاثة عزيزي اشتراهم طفل في السودان عارفه كويس. هنا عزيزي الشركات الأمريكية بدأت تحس بالتهديد، بدأت تخاف، بدأت ترفع قضايا على الشركات اليابانية، والإف بي آي بيقفشوا ناس بتسرق معلومات لصالح الشركات اليابانية، شركات زي هيتاشي وميتسوبيشي زي ما بعض الشركات الأمريكية بتقول إنه بيحصل في الصين دلوقتي. حاجة كمان كانت مجننة الشركات الأمريكية وهي إن الحكومة اليابانية كانت بتدعم الصناعة دي، ده غير إن العمالة بتاعتهم مش بس رخيصة، السلف كمان من البنوك رخيص. وبالك يا عزيزي احنا بنتكلم على فتره الثمانينات، في امريكا سعر الفايده وصل ل 21%، في العادي المفروض الرقم ده يبقى 2 3 4%، انما 21 ده رقم كبير. في اليابان بقى الثقافه كانت مختلفه، الشعب كان بيحوش كتير، فالبنوك كانت مليانه فلوس وعايزه تطلعها باي شكل، ففوائد البنوك كانت قليله، فبالتالي الشركات كانت بتحس طب ما نستلف، بس السلف رخيص حتى لو كنا خسرانين، والبنوك هتسلف حتى وهي خسرانه لان في فلوس كتير في البنك عايزين نطلعها. كل ده الشركات كانت بتعمله على امل انها تخلي نفسها يفلسوا طول ما هي بتبيع باسعار ارخص. تواجد فلوس رخيصه بفوائد قليله خلت اليابانيين يصرفوا في البحث العلمي 60% اكتر من الشركات الامريكيه. هنا يا عزيزي بنبدا نشوف تحول خطير جدا. شركه انتل واحده من رواد صناعه التشيبس، الشركه اللي عملت الدرامز اللي هي التشيبات بتاعه الذاكره، وقتها حصتها بتنزل في هذا السوق من 83% ل 1.5% ل 1.5%. الشركات اليابانيه بتبدا تتفوق على بايونير هذه الصناعه انتل. اليابانيين بقوا يعملوا تشيبس احسن واوفر من الامريكان. هنا اليابان بتبدأ تاخد مكان أمريكا في صناعة التشيبس اللي كانت الأول بتستوردها من أمريكا بس، فبالتالي الأجهزة بقت عند اليابانيين والتشيبات اللي بتعمل الأجهزة عند اليابانيين. وهنا يا عزيزي تحصل حاجة غريبة في معقل الرأسمالية ومعقل السوق الحر أمريكا. فاكر يا عزيزي في حرب اكتوبر 1973 لما دول الخليج قطعوا النفط عن الغرب، هنا امريكا قالت لك الله الله هي التجاره حلوه والراسماليه بسمسم وكل حاجه، بس احنا بالصلاه على النبي لو اعتمدنا على الدول الثانيه، الدول الثانيه دي ممكن في اي لحظه تيجي وتخلع مننا زي ما دول الخليج عملوا كده وقالوا لهم مفيش بترول. ده نفس اللي كان بيحصل تقريبا مع اليابانيين. اليابانيين اللي سنه 1986 سبقوا امريكا في عدد التشيبس اللي تم انتاجها، وعلى اواخر الثمانينات اليابانيين بداوا يعملوا 70% من معدات الليثوغرافي في العالم. دي عزيزي المعدات اللي بتحفر على حته السيليكون ترانزستورز، دي عزيز تكنولوجيا اخترعها امريكان في معمل عسكري امريكاني. اليابانيين 70% وامريكا 21%. بس هنا الوضع ما بقاش ينفع يتسكت عليه، والشركات الامريكيه الراسماليه في سيليكون فالي هتقوم رايحه للحكومه في واشنطن وتقول لهم ارجوك اتدخلي، بورفافور حكوميته اتدخلي. تسمع يا عزيزي عن لي بيونج تشول؟ معرفوش ابو حميد، واضح ان هو شخصيه مش مهمه. عزيزي الراجل ده تقريبا موجود في كل البيوت، ده يا جاهل مؤسس شركه سامسونج الكوريه. خلاص يا ابو حميد ما كنتش عارف ان هو صاحبك. طبعا يا عزيزي مش محتاج اقول لك ان كوريا الجنوبيه بتاعت زمان مش كوريا الجنوبيه بتاعت دلوقتي. احمد دي جمله جينيريك ممكن تقال على اي حاجه، لسه بتاعت زمان ازاي لسه بتاعت دلوقتي، وداني بتاعت زمان ازاي وداني بتاعت دلوقتي، هو في ايه زمان زي دلوقتي، هو ايه اللي بيطلع لك في الميموريز بيبقى شبهك. خلاص يا عزيزي مش انت قاسي عليا، ما انت كنت قاسي عليا عشان ما عرفتش الراجل. انا اسف. المهم كوريا يا عزيزي زمان كانت بلد فقيره جدا، لسه طالعه من حرب اهليه الخمسينات، وحرب اهليه فيها حرب بالوكاله بين كيانين عملاقين اسمهم الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي. داخل الفرد سنه 1960 كان تقريبا 80 دولار في السنه الواحده. لي بيونج تشول الراجل ده بمساعده الحكومه هيحط كوريا الجنوبيه على خريطه اهم منتج عرفته البشريه. ليه هينجح انه يقنع دوله اهم اصداراتها منتجات زراعيه انها وقتها تستثمر 400 مليون دولار؟ هنا عيون الامريكان انتقاما من اليابانيين هتروح لكوريا. في كوريا العماله ارخص من اليابان، كمان عندهم استثمارات، وده يخلي الامريكان يفكروا طالما يا جماعه تكلفه الانتاج بره احسن، خلينا احنا كامريكان متقدمين قاعدين في التكييف مركزين في ابحاثنا وتصميماتنا النظريه، ونسيب غيرنا ينزل المعمل او المصنع وهو اللي يصنع، ما عندناش خلاص حمل فرهده ودوشه مكن وشحن. دي عزيزي نقطه تحول مهمه جدا. مع الوقت كوريا هتبدا تتطور اكتر، والمنافسه بينها وبين اليابان هتبدا تبقى شرسه. مش عايز احرق لك، بس مع الوقت شركتين كوريتين بس اللي هم سامسونج واس كي هاينكس، دول اللي مع الوقت النهارده يعني هيسيطروا على صناعه شيبات الميموري. هنا الامريكان يطبقوا المقولة الشهيرة عدو عدوي يبقى صاحبي.
أمريكا وتايوان ماضيين اتفاقيات من سنة 1955 حلفاء. ولكن يا عزيز زي ما انت عارف أمريكا اتبهدلت شوية في حرب فيتنام. بص يا عزيزي ممثلين هوليوود اتقطعوا في فيتنام. طبعا انت كدولة تايوانية عندك حليف قوي جدا اسمه الولايات المتحدة الأمريكية اتبهدل، طبيعي تقلق لما الحليف بتاعك أبو أسلحة متطورة وقوة اقتصادية وتشيبات يطلع عليه شوية عيال فيتناميين بهدلوا البهدلة دي. جماعة بتوع الفيت كونج امال هيعمل مع عدوية الصين ايه؟ كمان انسحاب أمريكا من فيتنام خوف التايوانيين جدا، ابتدوا يدركوا انه يا جماعه احنا لازم نبقى مهمين جدا لامريكا، خاصه ان امريكا كمان قطعت معونات حلفائها الاسيويين، والحاجه الاهم ان الصين الشيوعيه اللي هي جنبنا دي بتدعي ان احنا كتايوانيين تبعها ولسه طازه عامله اختبار نووي سنه 1964. يا ساتر يا رب تايوان هتروح من التايوانيين. هنا تايوان ايقنت انها يجب ان تكون في منتهى الاهميه لامريكا عشان تحصل على هذه الحمايه. احد الوزراء المهمين في تايوان هيكلم واحد من المع عقول صناعه اشباه الموصلات موريس تشانغ عشان يقول له يا اسطى احنا محتاجينك، خد جسمي وقلبي وكل الدعم الحكومي اللي انت عايزه بس ارجوك خلينا مهمين في صناعه الرقائق. لا يا عزيزي ان موريس تشانغ هيجي بفكره عبقريه حاول فيها مع شركه تكساس انسترومنتس في امريكا قبل كده بس محدش خده بجديه بما فيهم جوردن مور بتاع قانون مور لما قال له انت يا ابني عندك افكار كتير حلوه بس الفكره بتاعتك دي مش واحده منهم. انا عزيزي مش عايز احلالك الدنيا بس دي من اعظم افكار القرن اللي فات. طب معلش يعني ممكن تقول لي على الفكره لو ما فيهاش اساءه ادب يعني كنت يا عزيزي هقول لك انا مش شخصيتك كلها عشان اسند عليك واقول الكلام اللي انا عايز اقوله. ممكن يا ابو حميد معلش نخش بقى في ام الحلقه ونعرف موريس تشانغ عمل ايه. حاضر يا سيدي. الفكره دي نفس فكره جوتنبرج سنه 1440. شكرا انا واضح الموضوع كده بالنسبه لي. ممتاز عظيم. خليني يا عزيزي اشرح لك فكره موريس تشانغ ببساطه. خلي يا عزيزي انت عندك كاتب حرفته ومهارته في الكتابه بس بينزل كل سنه روايه، لا يمكن يا عزيزي من ايرادات رواياته يجيب مكان الطباعه الكبير ده عشان يطبع روايه واحده في السنه، مهما كان هيبيع طبعات هيخسر. هنا يظهر الحاجه لدار نشر، مكان يتخصص في الطباعه ويتميز فيها ويتعاقد مع اكتر من كاتب، لو كل واحد فيهم بيعمل روايه في السنه فهو يقدر من المكاسب بتاعت الروايات الكتير يصرف على مكان الطباعه كبير الغالي. هنا الناشر مستفيد والمؤلف مستفيد، كل واحد من الطرفين انشغل باللي هو كويس قوي فيه، الكاتب بكتابته وتاليفه وافكاره ودار النشر بالاجهزه والمكان والعماله. دي فكره يا عزيزي معروفه في عالم الاقتصاد بالايكونوميز اوف سكيل. احيانا يا عزيزي انتاج 100,000 قلم رصاص يكون اوفر لك بكتير من انتاج 100 قلم رصاص بس. ده الفكره العبقريه اللي موريس ادركها وده اللي موريس تشانغ بالتعاون مع الحكومه التايوانيه عايز يعمله. في الحاله دي هناك شركات هتعمل بس التصميم بتاعت الرقائق جاست ذا ديزاين زي ابل وانفيديا، دول بيعملوا تصميمات مختلفه لاهداف متنوعه، اللي بينفذ هذه التصميمات شركه واحده شركه موريس تشانغ اللي معروفه النهارده بشركه تي اس ام سي، ثاني اكبر شركه في اسيا بعد شركه ارامكو السعوديه. طبعا ده كان اختراع عبقري، الحكومه التايوانيه هتنبسط جدا بالفكره وهتمول 48% من المشروع وهيتم الطلب من رجال الاعمال التايوانيين ان هم يستثمروا في الشركه وهيحصلوا على تمويل بقيمه 58 مليون دولار واستشارات تكنولوجيه من شركه فيليبس مقابل حصه ب 27%. افتكر يا عزيزي شركه فيليبس وحصتها كنترول بي كنترول يو هايلايت. المهم يا عزيزي الشركه دي تي اس ام سي هتعمل انجاز تاريخي لانها ببساطه شديده هتقدر تشتغل مع اي حد عشان هي مش منافس لاي حد. لما شركه انتل حاولت تعمل نفس النموذج في ان هي تبقى دار النشر او المطبعه او شركه انتاج التشيبس ما جالهاش زباين كتير. ليه؟ لان شركه انتل بتنافسهم في تصميم التشيبس، فانا مش هروح برجلي لشركه بتنافسني في التصميم واقول لها لو سمحت اعملي لي او انتجي لي التشيبات بتاعتي. انا هعمل لهم ازاي لما يعملوا التشيبس بتاعتي وننزل احنا الاثنين السوق قدام بعض يمكن يحطوا فيها سم؟ عشان كده شركه مثلا زي اي ام دي اللي كان عندها ذراع انتاجي اللي هي بيسموها الفابز، عندها فابز يعني، اللي كان رئيسها بيقول ريل مان هاف فابز يعني الرجاله بجد هم اللي عندهم المعامل اللي بتعمل الشرايح بتاعتهم، اضطرت تبيع قسم الانتاج بتاعها الفابز بتاعتها لشركه مبادله واحده من الازرع الاستثماريه في الامارات اللي بتدير ثروه بقيمه 360 مليار دولار اللي ايضا بيرأسها الشيخ محمد بن زايد رئيس الامارات شخصيا واللي مديرها التنفيذي خلدون آل مبارك. ده عزيزي بيدير جوارديولا وهالاند المخ والعضلات. المهم خدوا هذه الفابز وحولوها لشركه جديده اسمها جلوبال فاوندريز ونزلت البورصه الامريكيه. ظهور هذه الشركات شركات خلينا اسميها لك شركات الانتاج او الطباعه الشكل الاصح هو مانيوفاكتشرنج يعني، خلى هناك شرايح كفائتها مش معتمده على صغر حجمها ولكن على تصميمها. بقى في شركات متخصصه في التصميم بس زي شركه كوالكوم اللي على حسب كلام الدكتور كريس ميلر ما فيش موبايل في العالم يقدر يشتغل من غير الشرايح بتاعتها. الشركه دي بتصمم شرايحها بس ما بتعملهاش، تي اس ام سي هي اللي بتعملها. شركه انفيديا اللي قيمتها تعدت التريليون دولار اللي تشيباتها بدات كحاجه مهمه للجرافيكس واصبحت النهارده مهمه للذكاء الاصطناعي ما بتعملش اغلب شرايحها، تي اس ام سي هي اللي بتعملها. لولا شركه تي اس ام سي عزيزي ما كانش هيبقى في شركات كتير موجوده النهارده لان اي شركه كان هتحتاج مليارات عشان تعمل الفابز بتاعتها اللي هتصنع الشرايح بتاعتها. فانا ليه اتكلف كل ده وانا لسه في البدايه؟
عزيزي المشاهد الجميل، خليني أخدك للتسعينات حيث انهيار الاتحاد السوفيتي سنة 1991 وأمريكا رايقة وفرحانة وبتشكل وكسبة الحرب الباردة. خليني أقولك يا عزيزي إن بعض المصادر بتقول إن واحدة من الفابز بتاعت الاتحاد السوفيتي اللي هي الأزرع الإنتاجية اللي اتكلمنا عنها بقت تعمل رقاقة للألعاب اللي في الهابي ميل بتاعت ماكدونالدز. شوف يا عزيزي سخرية القدر، تكنولوجيا الاتحاد السوفيتي يتم توفيرها لإنتاج ألعاب أطفال في شركة سندوتشات أمريكية، خط إنتاج معمول لغرض وطني وهدف سامي بأزرع وخيرة علماء الاتحاد السوفيتي، يبقى تحت امر سلسله مطاعم امريكيه. وبعد ما كنا بنصنع تكنولوجيات معقده بقينا نصنع ديناصورات وارانب في الهابي ميل. كمان يا عزيزي في التسعينات مش بس الاتحاد السوفيتي بينهار، اليابان اللي بقت تبقى دوله عدوه زي ما قلنا تخش في ازمه اقتصاديه عملاقه، الازمه اللي تخلي اقتصاد اليابان تدخل فيما يسمى باللوست ديكيدز، العقود الضائعه، اخراج محمد خام. خليني اقول لك يا عزيزي ان من سنه 91 ل 2003 الاقتصاد الياباني اللي كان عمال بسم الله ما شاء الله ينتج ويصدر ينتج ويصدر ينتج ويصدر حصل له نمو بنسبة 1% بس. ده مش نسبة نمو في السنة يا عزيزي، ده نسبة النمو في 10 سنين كلها 1% بس. ده انا الضايب بتاعي انجح منه. فاكر يا عزيزي القروض ام فوائد قليله اللي كانت من عنيشه اليابان في اول الحلقه اهي فرقعت في وش الدوله والاسعار انهارت. يا ابو حميد يعني كده امريكا بخير؟ يا عزيزي مش وقت امريكا دلوقتي، انا عايزك تشغل بالك باكبر صانع رقاقات في امريكا شركه انتل، لان الحال هناك ما يطمنش خالص. اخر خروج سريع وارجع رجوع سريع. في 2006 بيطلع على المسرح بول أوتوليني مدير شركة انتل في حركة مسرحية، يخرج كده عزيزي وفي بقى دخان بيطلع واو تقولش الأندرتيكر. بول بيطلع على المسرح عشان يقابل ستيف جوبز ويبدأ تعاون مهم بينهم. ده يا عزيزي مسرح من مسارح ستيف جوبز وانقلاب من انقلابات انتل. أبل يا عزيزي أخيرا رضخت لانتل. أبل كان تقريبا الشركة الكبيرة الوحيدة اللي ما بتستخدمش الأركيتكتشر بتاع انتل اللي اسمه X86، ولكن يا عزيزي وقتها كل شيء اتغير وأصبحت بتستخدم انتل. ستيف جوبز يا عزيزي مش بس هيوافق اشتغل مع انتل في الكمبيوترات، ده كمان هيقترح على انتل انها تصنع له شيبس لفكره كده كان بيفكر فيها، يعني كده ان هو يعمل تليفون جواه كمبيوتر، التلفزيون اللي بحجم علبه سجاير اللي السوفييت اتكلموا عليه. انتل يا عزيزي مش هتقبل باللي جوبز عرض انه يدفعه، هيرفضه. ولك ان تتخيل ان انت ترفض تعمل تشيبس لانجح منتج في تاريخ البشريه، ذا موست بروفيتابل برودكت ايفر، الايفون. ساعتها ابل هتروح لشركه انجليزيه مهمه جدا اسمها ارم، ومن هنا هيبدا انحدار اهم واكبر شركه امريكيه لإنتاج التشيبس. في بداية الألفينات انتل كانت من أكبر الشركات في العالم، رهانها على صناعة المايكرو بروسيسور للكمبيوترات كان من أهم رهاناتها في التسعينات وأوائل الألفينات، بس شوية شوية وقيمة أبل السوقية ابتدت تسبقهم من غير ما تستخدم التشيبات بتاعتهم في الآيفون. شوية شوية شركة زي فيسبوك ما كملتش الأربع سنين وبقت قيمتها نص قيمة شركة انتل. شركة انتل سنة 2000 تقييمها السوقي كان حوالي 300 مليار دولار، حاليا النهاردة نزل ل 120 مليار دولار. دي عزيزي واحدة من أغلى المرات اللي اتقال فيها كلمة لأ في التاريخ. انتل رفضت تخش سوق الموبايلات. شركه زي انفيديا اللي اهتمت بمجال الجرافيكس بتعمل ما يسمى بالبارلل كومبيوتنج، يعني بتقدر تحسب اكتر من حاجه في نفس الوقت بدل ما تعمل حسبه ورا الثانيه. شركه انفيديا دي بتصمم شرايح بس، مش زي انتل اللي بتصمم وعندها فابز. الشركه دي انفيديا قيمتها تتعدى التريليون دولار، انتل تقريبا عشر الرقم ده. انتل 100 مليار دولار وانفيديا بتريليون دولار. فاللي بيحصل يا عزيزي ان انتل بتبدا تضعف مع الوقت، وبتبدا شركات زي تي اس ام سي وسامسونج هم اللي يقودوا مجال صناعه التشيبس. ولو فكرت فيها عزيزي هتلاقي ان دي مشكله سياسيه كبيره بالنسبه لامريكا، لان واحده من الشركات في تايوان جنب الصين والتانيه في كوريا الجنوبيه اللي جنب كوريا الشماليه اللي عماله تعمل اختبارات نوويه. فاكر يا عزيزي لما قلت لك عن شركه فيليبس وقلت لك تفتكر النسبه بتاعتها 27%؟ هي شركه فيليبس دي يا عزيزي مش بس ليها 27% من شركه تي اس ام سي اللي هي اكبر منتج للتشيبس في العالم، دي كمان كان عندها شركه صغيره في هولندا في قريه اسمها ايدهوفن. هذه الشركه اتعملها سبين اوف، استقلت عنه، قال لك ده مجال بقى لوحده مع نفسه خليه هو ايه مع نفسهم. هذه الشركه اسمها اي اس ام ال، دي يا عزيزي بالنسبه لي اكتر شركه مبهره في الليله دي كلها. شركه تي اس ام سي يا عزيزي عشان تعمل التشيبس دي محتاجه تجيب مكن الليثوغرافي، ده المكن اللي بيطبع الترانزستورز على حته السيليكون. المكن ده هو اللي بتعمله شركه اي اس ام ال، وده من اعقد منتجات البشريه. طبعا يا عزيزي عارف ان انت تعبان دلوقتي ودماغك ما فيهاش مكان لمعلومه زياده، بس جس وات هقول لك معلومات. انت الاول يا عزيزي كنت بتعمل التشيبايه على 4 ترانزستور، مع الوقت الترانزستورز بدات تصغر وتصغر 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 لحد ما عمك لانثروب قام قايل الموضوع بقى
هيبقى صغير جدا لدرجه ان انت ممكن تحتاج تستخدم الضوء عشان تطبع الترانزستورز بتاعتك على حته السيليكون. هتعمل ده ازاي؟ تجيب مصدر للضوء وتجيب ماسك وتتحكم في الضوء عن طريق هذا الماسك. يخش الضوء يتفاعل مع حته السيليكون بتاعتنا فنقدر نطبع ترانزستورات صغيره جدا. طبعا ده تبسيط مخيل بس غرضه انه يبين لك ان احنا بنستخدم الضوء في عمليه الليثوغرافي. الضوء استخدام هذا الشكل من طريقه عمل الليثوغرافي خلانا نقدر نعمل حاجات بحجم مئات النانومترات. عشان تبقى فاهم الخليه البكتيريه بتاع 1000 نانومتر. شايف عزيزي احنا بنعمل ايه؟ مع الوقت شركات الليثوغرافي قدرت تعمل اشعه فوق البنفسجيه بطول موجي يوصل ل 193 نانومتر. ده تقريبا حجم فيروس. الشركات تقف لحد هنا؟ لا طبعا هتكمل تصغير. الشركات شايفه ان احنا نقدر نوصل طول موجي خاص باشعه فوق بنفسجيه ل 13.5 نانومتر، يعني تقريبا اربع ذرات جنب بعض. طبعا عزيزي عشان تعمل حاجه زي كده مش هتنزل مول البستان تقول له عايز لمبه اشعه فوق البنفسجيه. امال زي ابو احمد الشركات دي بتعمل اشعه دي؟ فكره عايزين تبقى عندك كور صفيح او تن يخبط فيها الليزر مرتين، مره عشان تساوي الكور دي، المره الثانيه عشان تخلي درجه حرارتها توصل لنص مليون درجه مئويه. يا ابو احمد نص مليون درجه مئويه دي اسخن من الشاي عزيزي. الموضوع اكبر من كده شويه. نص مليون درجه مئويه يعني اسخن من الشمس. اسخن من الشمس كذا مره كمان. عمليه ان انت تعدي كور التن الصغيره دي فتضرب كل واحده فيهم بالليزر مرتين فتعمل بلازما. العمليه دي بتحصل 50000 مره. يا 50000 مره يا ابو حميد في الحياه كتير قوي. 50000 مره في الثانيه. هي عزيزي مش عايز اصدعك بتفاصيل. شكرا يا ابو حميد. طبعا عشان يعملوا ليزر زي ده برضه مش هيجيبوه من مول البستان، راحوا لشركه متخصصه في صناعه الليزر اسمها ترامب. الشركه دي عملت لهم ليزر في 10 سنين. كل ليزر يا عزيزي فيه 457329 قطعه. ده الليزر بس. خلاص الموضوع كده نسكت ونقعد في البيت؟ لا طبعا. الاشعه اللي انت عملتها دي عشان توجهها محتاج مرايه. وهنا راحوا لشركه اسمها زايس. المشكله ان انت لما عندك اشعه بطول موجي 13.5 نانومتر اي حاجه ممكن تمتصها حتى الهواء، فازاي تعمل حاجه تعكس؟ ما تمتصش. ليش ازاي يا عزيزي؟ بس زايس هتنجح انها تعمل انعم سطح على وجه الكوكب. انا حاسس ان انت حاسس ان ده عادي. اديك يا عزيزي مثال اشرح لك. لو سطح المرايه بتاعتنا قد دوله زي المانيا، حجم الشوائب على هذا السطح اللي بحجم المانيا قد كده اهو 10 ملم 10 مل. انا حاسس ان انت حاسس ان ده عادي. المرايات دي بتعمل مليارات الترانزستورز على تشيب فمحتاجه تكون بتعكس ضوء في غايه الدقه. لا ايه اسمال بيقولوا ان اجهزتهم دقيقه. دقه ان انت تشع ضوء من على القمر فيوصل على كوين على سطح الارض ويصيبها. ايه اسمال بالفعل يا عزيزي على الحدود بتاعه الفيزياء والتكنولوجيا والهندسه. دفعت الكارته وعدت شرخي. الشرح اللي انا بقوله ده ابسط حاجه ممكن تتقال عن الشركه وعظمتها. اكشلي مش بس في الهندسه والتكنولوجيا، عظمتها الحقيقيه في مجال السبلاي تشين مانجمنت. ايه اسمال يا عزيزي عشان تطلع المكنه دي؟ هي بتطلع بالمناسبه من 25 ل 30 مكنه في السنه. كل مكنه سعرها من 150 ل 250 مليون دولار. محتاجه تشتغل مع الاف الشركات، الاف السبلايرز، ما بين شركات الليزر وشركات عدسات وشركات سوفت وير وشركات معدات. ونرجع بعد ما نجمعها كلها نقوم فكنها عشان نبعتها للفابز اللي زي تي اس ام سي وسامسونج وبعد كده انتل. انا حاسس ان انت حاسس ان ده عادي. ده مش عادي. المكن ده يا عزيزي بينقله 20 عربيه نقل وثلاث طيارات بوينج 747. المكنه لما تخش الفاب بيبقى عندها القدره انها تعمل 3000 ويفر في اليوم. الويفر ده اللي هو بتبقى الحته بتاعت السيليكون بتحط عليها الشيبس، بتعمل عليها الشيبس. كل ويفر بيبقى عليه حوالي 100 شيب وكل شيب فيها 10 مليار ترانزستور. هذه الشركه يا عزيزي محتكره 100% من مكن الليثوغرافي اللي بيستخدم الاي يو في اكستريم الترا فايلت. دي الشركه الوحيده يا عزيزي في العالم. هذه الشركه يا عزيزي ممنوع تبيع لروسيا، ممنوع تبيع للصين، ممنوع تبيع لاوكرانيا، وممنوع اي حد من الجنسيات دي يشتغل فيها. الملخص يا عزيزي ان احنا بنتكلم على اهم صناعه في العالم، صناعه الرقائق، الصناعه اللي اوريدي النهارده بتنافس البترول. اكبر شركه في العالم شركه موبايلات ابل بتصمم شرايح. ثاني اكبر شركه في اسيا بتنتج تقريبا 53% من شرايح العالم كله. ده اكتر من حصه السعوديه وروسيا وكندا والعراق مجتمعين من البترول في السوق العالمي. شركه واحده بس. خليني يا عزيزي احاول الملك الحلقه في نص الرغيف. الصناعه دي يا عزيزي متقسمه ثلاث اقسام مهمه. القسم الاول هو قسم الليثوغرافي. اللي ابرز شركه في هذا القسم هو اي اس ام ال. الشركه دي محتكره اكتر جزء متطور من الليثوغرافي اللي هو تاني الاي يو في. الشركه بتنتج 100% من المكن ده. نخش على القسم التاني. الجزء التاني هي الشركات اللي بتصمم، ابرزها انفيديا وابل وكوالكوم. دي شركات بتصمم شكل الشرايح على حسب وظائف. الجزء التالت في خط الانتاج ده هو الفابز او شركات انتاج الشرايح. اكبر ثلاث شركات في هذه المساحه هم سامسونج انتل وتي اس ام سي، ودول مسؤولين عن انتاج 90% من شرايح العالم. الشرايح دي بتخش في الموبايلات والعربيات والديش ووشر وغساله الاطباق، ده غير الطيارات الحربيه وسفن الفضاء. لو ركزت يا عزيزي هتلاقي ان ده عدد قليل قوي 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 الشركات. ولو ركزت هتلاحظ ان مفيش
كلام على روسيا النهارده او على الصين. تخيل مصنع العالم مالوش دور في هذه الصناعه غير في اخر محطه. النهايه تجمع كل ده، التكنولوجيا الصعبه كلها بتحصل عند امريكا وحلفائها. امريكا وحلفائها محتكرين صناعه اشباه الموصلات، ده طبعا مقلق جدا للصين. وان شاء الله في حلقه في المستقبل هنتكلم عن الحرب التكنولوجيه بين الصين وامريكا. اخيرا يا عزيزي، اثناء كتابه هذه الحلقه فانا حقيقي فخور بينا كبشريه اننا بنعمل بوابات ترانزستور في احجام الذرات. اراء ترانزستور النهارده سمكه اقل 10000 مره من شعراي. حجم اصغر ترانزستور في العالم 1 نانومتر. حجم الذره الاتوم النوت سبليتابل اللي معناها غير قابله للانقسام. حجم الذره يا عزيزي اللي هي المفروض ان هي اصغر حاجه في العالم، هي المفروض بالديفينيشن بتاعها ما تقدرش تقسمها. احنا طبعا عرفنا ان احنا نقدر نقسمها ويحصل كوارث لما نقسمها، بس الذره يا عزيزي حجمها ممكن يوصل لنص نانومتر. فانت بتعمل ترانزستورز قد حجم الذره مرتين. ده بشوفه بيسرني. معرفش ايه يا عزيزي المشاعر اللي بتثيرك لما تعرف معلومه زي دي، بس انا بحس بفخر شديد. احنا عمرنا على هذا الكوكب وفي هذا الكون مش كبير، 300,000 سنه بس. احنا فاصل اعلاني في عمر الكوكب، بس احنا بنلعب وبنطوع قوانين الفيزياء. الحاجه الثانيه اللي اثرت فضولي هو اللي حصل في اسيا. اللي حصل في اسيا شيء مبهر وملهم. زي ما قلنا كوريا الجنوبيه كانت فقيره جدا في الستينات وكانت طالعه من حرب اهليه. اليابان طالعه من حرب عالميه وقع عليها قنبلتين نوويتين. تايوان دايما تحت تهديد من العملاق الصيني. دول كانت متفسخه تماما يا عزيزي، ولكن اللي عملوه باستثماراتهم في الشركات المحليه عندهم شيء مبهر. المبهر اكتر هو الاستثمارات اللي لسه بيتم استثمارها. امريكا يا عزيزي بتجيب رجل شركات التشيبس بمنح واستثمارات قدرها 50 مليار دولار. الاتحاد الاوروبي ناوي ان هو في خلال 10 سنين اللي جايين يستثمر اكتر من 150 مليار دولار. انبهرت يا عزيزي من الارقام؟ انا حاسس ان انت حاسس ان ده عادي. جس وات ده عادي فعلا يا عزيزي، لان اسيا بتستثمر اكتر من كده بمراحل. شركه تي اس ام سي هتستثمر 100 مليار دولار في 3 سنين بس. دي شركه مش دوله. ويقال كمان ان كوريا ناويه تستثمر 450 مليار دولار. المتوقع يا عزيزي ان كل حاجه في العالم هتبقى ذكيه سمارت، وطالما في ذكاء يجب ان يكون هناك رقاقات. في النهايه يا عزيزي مش محتاج اقول لك ان انت لازم تشوف الحلقات اللي فاتت وتشوف الحلقات الجايه، تنزل تبص على المصادر. لو احنا على اليوتيوب اشترك على القناه.